qu'on nous foute la paix. Qu'on nous foute la paix. Qu'on fasse se lever cet appel de parquet, et puis c'est tout, quoi. On demande que ça. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent, pour que ça charme sur nous, mais voilà, quoi. Une décision a été prise, puis qu'on nous laisse tranquille. Le ministère public entend appliquer une convention franco-marocaine qui a été écartée par le tribunal de grande instance de Chambéry. Et donc, le parquet a interjeté appel de ce jugement. Et aujourd'hui, la cour d'appel doit examiner ce dossier. Nous attendons une confirmation pure et simple de jugement du tribunal de Chambéry, qui était parfaitement motivé. Et mes clients attendent un arrêt de l'acharnement dont ils font l'objet, puisqu'il faut rappeler que le parquet s'était opposé à leur mariage 2 jours avant leur célébration. أكرمنا الله بسيدنا وأكرمنا الله بملكنا وأكرمنا الله بإمارة المؤمنين نعم بالاستقرار والأمن والأمان بعيدة الكلام ديال الفحشاء ما تيكونش بيناتنا نهائيا في العائلات وكذا ما تيكونش ولكن لأنكم تجرأتم وقلتم كلام خبيث وكلام قبيح وكلام كذا رحنا واجهناكم بنفس الاسم. هل حقا محمد السادس مثلي جنسيا؟ ماذا لو كان محمد السادس مثليا؟ عنوان مقال بالجريدة الإلكترونية أكشي الفرنسية للمثليين، وكذلك مجموعة من الصحف الإيطالية تكلموا على هذا الموضوع، من بينها تشيفيكو نيوز مجلة إلكترونية في مدينة تورينو، زائد الكثير من الصحف والمجلات في عديد من الدول الأوروبية، وكذلك قنوات تلفزية كالقناة الهولندية نوس جورنا التي أكدت الخبر الذي جاء في The Gay Grant. وما أكده كذلك المحقق الصحفي الإسباني فيران ساليس في كتابه الأمير الذي لا يريد أن يكون ملكا، وهو صحفي منذ 1966 وكان صحفي بجريدة البايس الإسبانية لأكثر من 25 سنة، وكما اشتغل مراسل صحفي في المغرب وشمال إفريقيا وكذلك الشرق الأوسط. وكتاب الأمير الذي لا يريد أن يكون ملكا فيه مجموعة من الحقائق الصادمة التي لا يعرفها الشعب المغربي والتي ظلت أسرارا وراء أسوار القصر الهلاكي. محمد السادس الأمير المثلي الذي أصبح ملكا، وبحكم أنه كان مراسلا في المغرب لعدة سنوات يقدم في الكتاب سيرة شخصية لمحمد السادس والذي أكد ميوله الجنسي والذي كان معروفا به أثناء دراسته في بروكسل بلجيكا، وكان يتردد باستمرار على مجموعة من حانات المثليين في بروكسل بلجيكية في منطقة غرون بلاس، ومن بينها دولور، لابول غوج، ستامبار، لبلجيكا، شيمام سانسيت كلوب، لو ديتور، ستاسيون بيكسل، لو باروك. وكذلك كان يتردد على مجموعة من النوادي الليلية للمثليين بهولندا. وفي الكتاب نفسه يؤكد فيران ساليس أن الحسن الثاني استأجر جواسيس لتتبع خطى محمد السادس لما كان ولي للعهد، وأنه تلقى تقارير عديدة تؤكد مثلية محمد السادس، وهو الأمر الذي أغضب وأزعج السفاح الحسن الثاني. وعلم أيضا من الجواسيس أن محمد السادس كان يستقبل العديد من الزوار الذكور في الإقامة الملكية لصاب البسالة، ومن بينهم ضابط بالحرس الملكي الذي قتل بأمر من طرف الحسن الثاني. وإدريس البصري هو من كان مكلف بمراقبة محمد السادس، ولذلك السبب انتقم منه الملك المثلي صاحب المؤخرة المقدسة. وللتذكير فإن إدريس البصري قتل مسموما من طرف مخابرات محمد السادس. وذكر أيضا فيران ساليس في كتابه قد لا يكون من قبيل المصادفة أن العديد من مستشاريه الحاليين أي محمد السادس هم أصدقاء الدراسة وأصدقاء معتادون على حياته الليلية أمنيزيا في الرباط، حيث كان لديه فضاء محجوز خاص به وأصدقائه. وذكر الكاتب كذلك أن محمد السادس كان منزعجا ويكره كثرة النساء ديال الحسن الثاني اللي كانوا أكثر من 50 مرأة يعني عبدة، وهي مسألة أثارت الشكوك حوله. ومن خلال مصدر من داخل القصر أن سبب طلاق محمد السادس من سلمى بناني هو علاقته الشادة مع أبو زعيتر. وكما جاء في صحيفة سباي تولك مقال بعنوان الدبلوماسي ومقاتل القفص، وسأترك لكم رابط المقال، حيث تكلم المقال على سبب زيارة أبو زعيتر للسفير الأمريكي ريتشارد غرينل ذو الميول الجنسي كذلك. ومن خلال مصادرهم توصلوا إلى أن سبب زيارة أبو زعيتر للسفير الأمريكي بألمانيا هو رفض الولايات المتحدة الأمريكية تسليم أبو زعيتر تأشيرة من أجل السفر للولايات المتحدة الأمريكية
الأمريكية. وحسب مصادر سباي تولك الدبلوماسية أكدوا أنه الولايات المتحدة رفضوا 3 مرات طلب أبو زعيتر بسبب تاريخه الإجرامي وسجله العدلي المتسخ بألمانيا منذ بداية شبابه. وجاء في المقال كذلك العلاقة المشبوهة بين أبو زعيتر ومحمد السادس وسبب إهداء محمد السادس قصرا لأبو زعيتر بطنجة ومجموعة ثمينة من الهدايا، زائد رحلات أبو زعيتر مع محمد السادس وخاصة رحلة سيشل والسفر على يخوت محمد السادس. والدليل على أن أبو زعيتر كان برفقة صاحب الدجاجة محمد السادس بجزر سيشل حيث يهرب السادس أموال الشعب هو هذا الفيديو اللي نشره أبو زعيتر على حسابه بالإنستغرام. وبعد ما رأيت الفيديو استغربت لأن أبو زعيتر حاول طمس الحقيقة، بحيث لما نشر الفيديو حدد مكانه له وهو المغرب، ولكن بحثت في الموضوع توصلت أنه لا توجد شواطئ في المغرب بهذا الشكل، ولكنها شواطئ جزر سيشل المعروفة بجمالها، كما وجدت صورة تطابق المكان الذي كان يتواجد به أبو زعيتر. وعودة لمقال سباي تولك، أكدوا من خلال مصدرهم الدبلوماسي أن محمد السادس جد غاضب بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية إعطاء تأشيرة لأبو زعيتر، لأنهم أفسدوا على محمد السادس مخططه للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي رفقة أبو زعيتر، مما أدى به للضغط والتوسط من أجل حصول أبو زعيتر على تأشيرة. وأخيرا كما جاء في صحيفة إيطاليا، تساءلوا باستغراب كيف يعقل أن يكون قانون يعاقب المثلية الجنسية بالسجن والغرامة في المادة 489 من القانون الجنائي المغربي، وحاكم البلاد محمد السادس مثلي جنسيا.